نبارك لإخوتنا في جامعة تكريت وبالأخص كلية العلوم الإسلامية على هذه المبادرة الطيبة في ندوتهم المباركة في التقريب بين المسلمين وبين المذاهب. وهذا التقريب دليل على وعي الأمة ودليل على وعي شبابها، ويمكن أن نسمي هذا العصر عصر الصحوة الفكرية. ولذلك أن هذه الندوات هي فد مبادرة مباركة لتوعية الأمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تدوم مثل هذه الندوات والمؤتمرات والجلسات، وأن يكون لهذه الشريحة من الشباب المؤمن، شباب العصر، شباب الصحوة الفكرية المباركة، الحضور الواسع، لأن هؤلاء الشباب يعني كلهم قلوب طاهرة، ما أثرت عليهم إلا هذه الأفكار المنحرفة. عندنا في الحديث الشريف ما مضمونه أن الإنسان يولد على الفطرة، يعني طاهر الفكر طاهر القلب، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فالإنسان، ولذلك البيئة لها الأثر الفعال في تغيير فكر الإنسان، ولكن ينبغي على الإنسان أيضا أن يختار دائما الطريق الصحيح، أن يبحث عن الحقيقة، يشارك فكره مع الأفكار. وعندنا في الحديث أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، لا ينبغي للإنسان دائما أن يتخذ الطريق الفلاني دون الطرق الأخرى، لا، يقيس تلك الطرق مع فكره مع عقيدته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لهذا اليوم المبارك أقيمت كلية العلوم الإسلامية في جامعة تكريت ندوتين عن تقريب المذاهب وكذلك عن نبذ الإرهاب والتطرف، وهذه الندوتين هي تهدف إلى بناء شخصية الطالب المسلم، شخصية الطالب الذي يتبع الصحابة الكرام ثم آل بيت الله، آل بيت النبوة الأطهار. ومن خلال هذه الندوتين هو فيها الوعي الكامل من أجل بناء العراق العظيم، ومن أجل اللحمة العراقية، ومن أجل أن ندعو لهذا البلد الجريح، وأن يتآلف أبناء هذا البلد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. ولا بد من النهوض بهذا البلد، ولا بد من نبذ الطائفية والتطرف والسعي الجاد والحقيقي من أجل النهوض بالثورة العلمية المباركة المأخوذة من المذاهب الإسلامية، وتقريب المذاهب من أجل خدمة الدين وخدمة السنة النبوية المطهرة وخدمة ما جاء به آل بيت النبوة الأطهار. لذلك نحن على استعداد تام من أجل هذه الخدمة وبناء مجتمع متحضر متعلم، ولكي يكون طلاب هذه الكلية هم منارات وشموع مضيئة لمستقبل هذا البلد المبارك. فنسأله تعالى أن يوفق هذه الكلية وإدارتها، وأن يوفق جامعة التكريت من أجل أن تكون منار للحرية الإسلامية المباركة، ومنار لهذا الدين الإيماني العظيم، ولتطبيق القرآن الكريم، وللنهوض بهذا البلد نحو الأفضل ونحو التطور من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأستاذ المساعد الدكتور خميس محروس العزاوي، جامعة تكريت كلية العلوم الإسلامية. تقيم كلية العلوم الإسلامية هذا اليوم ندوة علمية عن التطرف الديني وأثره على الطالب الجامعي. هذه الندوة في سلسلة ندوات متعاقبة تقيمها جامعة تكريت، حيث هذه الندوات أقيمت في هذه الجامعة وشكلت لجنة بأمر السيد رئيس جامعة تكريت الأستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف. هذه اللجنة عنوانها واسمها الوقاية من الفكر الداعشي التكفيري خوارج العصر. ابتدأت هذه على مستوى كليات الجامعة، وسنقيم إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة الندوة المركزية في جامعة تكريت. هذه اللجنة ستنطلق على مستوى المحافظة، محافظة صلاح الدين، وبالتنسيق مع المحافظة، حيث ستبدأ من رياض الأطفال والابتدائيات ثم المتوسطات ثم الثانويات في جامعة تكريت. أيضا أقيمت في نفس الوقت ندوة
أخرى سميت التقارب بين المذاهب أيضا أقيمت في كليتنا، وحقيقة هذا يدل على روح التعاون لإنشاء المحبة التسامح بين جميع المذاهب بين جميع الأطياف بين جميع القوميات، إذ اليوم جامعتنا سميت باسم جامعة كل العراقيين، تجد فيها ابن الجنوب ابن الوسط ابن الشمال في هذه الجامعة، أخوة أصدقاء متحابين في مكان واحد ألا وهو جامعة تكريت جامعة كل العراقيين. أستاذ المساعد الدكتور أنور فارس عبد العزاوي عميد كلية العلوم الإسلامية جامعة تكريت رئيس لجنة الوقاية من الفكر الداعش التكفير الإرهابي.